حذرت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني من أشخاص ينتحلون هوية معلمين ويقومون بالتواصل مع أولياء الأمور عبر تطبيق واتساب ومحاولة إيهامهم بضرورة الدخول في مجموعات لمتابعة أمور متعلقة بسير العملية الدراسية بهدف سرقة حساباتهم على التطبيق المذكور. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الرائد محمد العبدالله رئيس شعبة الجرائم المالية في وزارة الداخلية. مساء الخير رائد محمد، نرحب بك في نشرة الثالثة. ما هي أبرز الشكاوى التي وردت إليكم بهذا الشأن وكيف يتم التعامل معها؟ يعطيكم العافية. طبعا الحمد لله احنا قدرنا ان احنا نوعي المجتمع قبل ان ما تصير هذه ظاهرة، فمن خلال المعلومات اللي وردت لنا احنا على طول حاولنا ان احنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال جميع القنوات ان احنا نوصل لجميع المواطنين والمقيمين بان في اسلوب جديد بحيث ان الاشخاص ينتحلون صفة المعلمات او معلمين وكذلك طلبة، بحيث انهم يدخلون في جروبات في من خلال الواتساب ويوهمون العوائل بانهم لاستلام الكتب ان بتيهم ارقام اللي هي الاو تي بي، فمن خلال اعطائهم لهذه الارقام يختفي الواتساب الخاص بالشخص وينتقل الى الطرف الاخر. فوردت لنا بلاغات قليله ولكن الحمد لله الكل وصلت للمعلومه في اسرع وقت ما قدرنا ان احنا نوصلها بحيث ان ما كبرت هذه الجريمه الحمد لله. نعم. فطبعا اللي قدرنا ان احنا الطريقه اللي اسرع طريقه احنا وصلناها واللي حاب ان انا اوصلها للمواطنين والمقيمين في مملكه البحرين من خلال الجروب الواتساب المجتمع الواتساب اللي عدته اداره مكافحه الجرائم الالكترونيه واللي يقدر اي شخص انه ينضم له من خلال الضغط على الرابط في الحساب الانستغرام الخاص بالاداره. من خلال هذا الواتساب ان شاء الله بنتمكن من ارسال اي اسلوب جديد اول باول، ممكن انه هو يبتدي المحتالين يبتدون من خلال انه يسرقون المعلومات او الاموال للاشخاص ان احنا نوصل هذه المعلومه باسرع وقت. نعم. فان انا انصح الجميع انه يدخل في هذا المجتمع بحيث ان المعلومه توصل في اسرع وقت ممكن. نعم، الرائد محمد العبدالله رئيس شعبة الجرائم المالية في وزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.